بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تمارين على إعراب الأفعال. أيضاً الصفحة نفسها اللي درسناها في الصفحة نفسها التي درسناها في باب الأسماء ندرسها في باب الأفعال، فإن كل صفحة في القرآن تحتوي إما على أسماء أو أفعال أو حروف. سنختار بعض الأفعال من هنا وننظر إلى موقعها الإعرابي وعلامة الإعراب، إذاً الموقع الإعرابي من حيث رفع نصب جزم وعلامة الإعراب يقول الله تبارك وتعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين طبعا أنجيناه هذا فعل ماضي لا علاقة لي به وإبراهيم إذ, ق... وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون تعلمون فعل مضارع إن كنتم تعلمون تعلمون فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق لا بأداة نصب ولا بأداة جزم ما علامة رفعه إذا نقول هنا مرفوع ما علامة رفعه؟ علامة رفعه هنا ثبوت النون، لماذا ثبوت النون؟ لماذا؟ لأنه من الأفعال الأفعال الخمسة أيضاً إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقوا وتخ وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم، لاحظ معي هنا إخبار مجرد الإخبار الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم، ألا هنا نقول أنها لا نافية. نافية يعني خبرية ليست طلبية. وبالتالي الفعل المضارع بعدها ماذا اللي هو تملكون أو يملكون مرفوع وهو نفس إعراب هذا الفعل هو مرفوع لأن الله هنا لا تعمل آه لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب، إن تكذبوا فقد كذب، لاحظ معي هنا أسلوب شرط، إذا تكذبوا نسميه نقول فعل الشرط مجزوم بإن، إيش علامة جزمي؟ ماذا ما علامة جزمي هنا؟ نقول حذف النون، لماذا حذف النون؟ لأنه من الأفعال الخمسة فهو متصل بواو آه الجماعة أولم يروا وإن تكذبوا فقد كذب أمم ممن قبلك ممن قبلكم أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أو لم يروا أو لم هذه لم الجازمة أخذناها في أدوات الجزم يروا نقول فعل مضارع مجزوم مجزوم بماذا مجزوم بلم ما علامة جزمه حذف أنه لماذا حذف النون؟ لأنه من الأفعال الخمسة التي اتصلت به واو الجماعة أولم يروا كيف يبدئ 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 فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة لماذا رفع؟ لأنه لم يسبق لا ليس قبله ولا ناصب ولا جازم إذا نقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره يبدئ الخلق ثم يعيده يعيده يعيده, يعيده. ثم يعيده أيضا مرفوع ومرفوع إيش بالضم الظاهر على آخره هو مكون من كلمتين يعيد والهاء أيضا يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء أيضا يعذب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره هذا طرف من الافعال الموجوده في هذه الايات وهذا هو محلها الاعرابي وعلامه الاعراب في كل فعل